هولي جراكامولي. تاكيو مساكي بس عيونه زرقاء جابك هنا ولا حوالي اربع جباجب. اوكي لا شكله بس رهيب. سالك حال شباب، معكم شركيه شركه كيف جالكم فيديو جديد. طبعا الشباب اخيرا كود موبايل زومبي نزل امس، صار ابديت جدا ضخم لكود موبايل وضافوا طور الزومبي وضافوا ماب شينو نوما. طبعا في طور السرفايفل العادي اللي كلنا متعودين عليه، في الريد اللي هو توصل راوند معين وبالاخير في بوس، في ايزي وفي هارد. والهارد اللي انا قاعد العبها حاليا فيها لغز، لو حليت اللغز راح يطلع لنا البوس الاخير، الشجره اللي شايفينها قدامكم نفس البوس من ديتسبو نوشيما، واصلا اللغز يودينا على ديتسبو نوشيما، فشيء جدا خرافي. فيلا خليكم مع الفيديو. يا شباب حاليا احنا بالقائمه مثل ما شايفين مبينه انها الشيء له علاقه بترانزيت داينر، فراح ندخل الهارد كور ريد اللي هي الشيء الصعب، في سيرفايفل اللي هو الشيء العادي التوصيل راوندات بس، في النورمال ريد والهارد كور ريد. الهارد كور نهايته في بوست فايت، والبوست فايت في لغز لو سويناه راح يتغير البوست فايت. البوست فايت شفته على اليوتيوب ان البوست فايت الاصلي العادي عنكبوت او عقرب او شيء من الكلام، لو غيرناه راح يتحول لنفس البوس فايت تبع زيتسبو نوشيما نفسه بالضبط. طبعا قاعد العب على ايد بلاي ستيشن، فينا اوصلها على الموبايل. وايه يلا خلنا نبدا. اوكي داخل مع ناس انا. طبعا عندي تاخر بالصوت لانه السماعه موصله على البي سي والبي سي موصل على الموبايل، فصار شوي لخبطه، فالصوت وصل متاخر شوي بس ما هي مشكله، اهم شيء الكنترولر ما في مشاكل. الكنترولر في مشاكل شوي، يعني انا قاعد امشي مثلا، شوفوا الحين قاعد امشي مستقيم. اوكي ما في احيانا يعني يتحرك شوي على اليمين لحاله. ايوه نفس الحين. اوكي ريفايف، كيف ما انتبهت له؟ لا 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 كيف كوك ريفايف بدون يو نيد ا ليد ريفايف نا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 ن
ما في الموسيقى. طبعا ما اعطيت فرصة احكي لكم ان اللعبة شكلها جدا حلو للعبة موبايل والله. يعني ما شاء الله الرسومات الفريمات جدا كويسة بالنسبة للعبة موبايل. قاعد العب على ايفون 10 فاتوقعتها تكون اسوأ الصراحة. يعني لو تقارنها مع كول جي تي زومبي اللي كانت موجودة من 2010 على الايباد والايفون وهالاجهزة, اي احلى بالف مرة. فايه والله جرافيك السماء الغيوم, ولا والله جدا تعبانين عليها واضح, ومو تعبانين يعني ماخذين الماب كوبي بيست بس. يعني كم نايف راوند كم نحن؟ راوند 3. راوند 3 مفروض 3 نايفات يموت صح؟ شو الدبل بوينتس اللي من جولي شيك هذا؟ قول دبل بوينت نفس العالم. ليش ما جايبين نفس الاصوات تبع بلاك اوبس اللي متعودين عليها؟ ليش متفلسفين يعني؟ شو هاد؟ اوه اقدر اشتري اشياء هون. نزيد الريلود, لا ما ابيها. في اكيد في سبيد كولا صح؟ انكريز دامج, اوكي نزيد الدمج, ما في فرق نزيد الدمج. انكريز دامج مرة ثانية, اقدر احط 2. حلو, اوه الدمج عندي بصير اقوى بكثير. والله ولا اقوى ولا شيء. طيب انا لازم اشتري سلاح. اشتري السلاح. شوت جان. اوكي. طيحة بداية الجيم. رجعت عشت. حلو. اوه الاشياء اللي اشتريتها ضلت معي. سرح مني الكويك ريفايف. نو بروبلم. شو هاي؟ باي كوينز. اوكي. ستان اول زومبي وذين تو. اوكي علكات بلاك اوف 3 او الكسر.
بس حاطينها هون على شكل كوينز، ما ادري ليش مغيرينها. طيب انا لازم لي سلاح، وصلنا راوند كلاب وما عندي سلاح. وشو راوند كلاب هاد؟ كيف راوند كلاب بدون كاتش مي ذير سول؟ جيجر 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 جيجر، لا 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 يا اخوي. افعل علكه، فعلت العلكه. اوكي العلكه تاثر، العلكه تاثر على الزومبي، ما اثرت على الكلاب والله. طيب 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 طيب، اوكي طحت طحت. صح صح، شفت فيديو شرح حل اللغز فراح اسويه. الحين البوس موجود فوق انه هو عنكبوت، مو عنكبوت، عقرب. راح اغيره انا، راح اخليه هذا، شفت الشرح على اليوتيوب فبسويه. بهالجيم بلاي راح نحل اللغز ان شاء الله. بس اول شيء خلي اجقر واخذ سلاح نفس العالم. جقر جقر اول. وين موسيقى الجقر؟ ليش موجودة؟ على حظي يا حظي الجميل. طب لازم اشتري سلاح، اي سلاح من هون ما فيني استنى خلاص. ايوه جيب. طب يعني شايفين الوضع حشرة، شغلوا الفخ. شغلت انا؟ لا. ما عندي فلوس. اوه خوينا معه دث ماشين. صح لو انحني عند البيرك اعطيني فلوس نفس بلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4. لا والله ما يعطيني. طيب خلينا نحل لغز. اول شيء في قطعه لازم اخذها من هون، قطعتين. خلينا ناخذ علكه بس على السريع. ستان اول زومبي. اوكي كل زومبي اللي قدامي راح يتوقفوا. حلو. بيك اب، طلع لي شيء بيك اب صح؟ اوه بيك اب، اخذت القطعه الاولى. انا شفتها بالفيديو ما كانت هون. اوكي شكل الاماكن يتغير، كانت على هالطاوله. طيب اوكي. ستان اول زومبي. عملت لهم ستان، خلينا نسوي ريفايف لخوينا. قوم 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 يا وحش، قوم يا وحش. طيب وشو هاي كمان؟ مو مبينين. دبل بوينتس، جدا مستفزتني الدبل بوينتس، صوت الدبل بوينتس حقهم. القطعة الثانية شفتها بالفيديو هون كانت. يب موجودة مكانها، حلو. معي القطعتين، لازم اجي واصلح هالمكان. زومبي هيلثهم جدا عالي، ما ادري ليش. ريبير خلاص سويت ريبير. حط لي قطعتين لازم. ريبير از كومبليت. حاليا راح نروح على وين؟ على زيتسبو نوشيما. يب زيتسبو نوشيما بذاتها. طيب سبيد كولا، معي فلوس؟ اي والله معي فلوس. اوكي في هنا مثل بذور لازم اطخها. هاي هلا شفتها بالشلح، لازم اطخها وتتحول شجره. هي مو وقتك مو وقتك بروتوس. ثواني ايش دخل بروتوس؟ هي فاشخين المنطق الشباب. بروتوس بجيتسبو نوشيما. فعلت علكه ما ادري شو تسوي، فعلت علكه ما ادري شو تسوي. المهم فعلت. ايوه هذا المفروض يصير. الله طلعوا الزومبي كيف قوي. ليش ليش كذا يا خوي ليش؟ حلو انفقعت. لازم افقع كم وحدة؟ هاي لازم افقعها. انفقعت حلو. هذه جبتها باللغز بالشرح. زين هاي لازم افقعها. فقعتها خلاص.
نعم ترجع ترجع ليش؟ ايوه طلع الصوت خلص يعني حلو. بعدين لازم اروح هنا وراح الاقي في هالزر اضغط عليه مربع اكتف اكتيفيتد. بعدين في راديو لازم اطلق عليه هون. شكل البوس طلع شكل البوس فوق تغير صار نفس جيتسو بونوشيما. حلو بس هاللغز الحين استنى وصل راوند 12 خلاص. هالبي دي دبليو والله البي دي دبليو قوي. حلو دبل تاب والله نحتاج الدبل تاب لان الاسلحه جدا ضعيفه. طيب نطلع من جيتسو خلاص ما عاد في شيء. طب يطلع ولا عنده جهاز؟ عنده جهاز. الحين ابي البوكس ابي اشوف شو في اسلحه. في وندر وولف ما اظن بس ان شاء الله. بس اكيد في ريغان لانه اول ما دخلت اللعبه حطوا اعلان بسيط للزومبي وطلعوا في الريغان. All zombie lose their attack. تروح بثواني. طب كيف كيف بدي اقرا؟ كيف بدي اعرف شو تسوي لي الهي؟ والله موسيقى بوكس مو من جولي شيك من البقالة. ام 4 ليش انا شو اللي معي اصلا؟ راوند كلاب وبروتوس. هي 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 لا 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 نعم 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 كم شو اسمه ما شاء الله. احنا شارب اربع بركات اقدر اسوي ريفايف لحالي بس لو سويت هيروح الاربع بركات. راح شو اسمه هيظل اربع بركات. لو استنيت الوقت راح يعيشوني بدون الاربع بركات. صراحة انا ابي الاربع بركات. عيشت حالي. اذا الزومبي الواحد عنده هيلث مليون كيف كيف بروتوس؟ والله انك ذكي والله انك ذكي يا الادميريل. كفو يا وحش لا ترقص خلاص قاعد يذبحهم بالفخ. كفو بروتوس بروتوس انت حارس سجن بالقطراز لعب بعقلك الشادو مان وخلاك تسوي طقوس شيطانيه وصرت بروتوس. جاب امك هنا. اوكي كان واضح انه اللعبه ما لها اي علاقه بالقصه يعني فقط مستعملين مابات من القصه واشياء بس ما لها علاقه بالقصه. خلاص القصه انتهت كيف ما راح يكون لها علاقه. مكسامو دبل بوينت. بسرعة بسرعة بسرعة. ريلود سبيد ريلود سبيد وين اتاك وين اتاك انكريس. اوكي ما ادري شو هاي بس خلاص شكلها كويسة. خليني افعل علكة اشوف شو تسوي. اوه توقف الزومبي نفس كيلينج تايم نفس كيلينج تايم ببلاك اوف 3. ما عندي امو لازم اروح. ما عندي امو بالسلاحين. اوكي لازم اشغل الفخ وراي على السريع. لازم اشغل الفخ وراي. ناخذ علكه اول شيء سريع سريع. علكه 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 علكه. بسرعه 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 بسرعه. هات هات علكه هات علكه هات علكه. ما ادري شو تسوي بس اوكي كفو. شغل فخ شغل فخ شغل فخ كهرباء. حلو وين البوكس؟ بوكس بوكس سريع 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 سريع. حلو حلو كفو. وحش ما يطلع لي غير السلاح. مين مع ريغان؟ اقدر اقدر اخذ اقدر اخذ سلاح. والله انا اسف اسف يا اخوي. اما يمديني اسرق اي سلاح يفتحه ياخذ اخوي. اسرق السلاح الجاي. جيب جيب. اما ليش ما قدرت اسرقها؟ اوه عندي اثنين ار بي دي. والله رش ليوم الرش.
ديد شوت. اوكي الزومبي صراحة قاعدين يطولوا ليموتوا، فاتمنى الديد شوت يعني يساعد ولو شوي. خلاص ملينا من الطبول. طبول بس، ما في عندكم غير موسيقى الطبول؟ الموسيقى كانت موجودة بعد مابات الزومبي، او يعني مو بعد مابات بشكل عام بالزومبي تشتغل، بس يعني شوي هون طول الوقت ما في غيرها. هلا والله بالإليمنت 115، منور الماب يا خوي. الحجر المش اقدر ادمجه؟ هلا بس حاطين عليه انه احمر، انه يعني ياي 115 شرير اطلق عليه. هدول ليش مخلين الزومبي؟ خلاص يا عمي يذبح. عم ريلود ليش؟ سويتش لسلاح الثاني وخلاص. نكست راوند ستارت ان شوي. اوه نيبام زومبي فعل علكه، ما ادري شو تسوي بس فعلها. نيبام زومبي من شانغريلا. العلكه توقفهم يا خوي، انت بشانغريلا جاب اهلك لهم كمان. باقي الشادو مان ودكتور مونت يجوا يعملوا المعركه العظمى هون وخلاص. يعني قاعد يغيظني جاب صوت شغل فخ شغل فخ صوت الريغن. ابي ريغن. لا 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 لا، ما راح اموت. I will not die, not today. What do we say to the god of death? Not today. اخ جيم اوف ثرونز شو شتك لاني اتابعك. يعني انا عندي دبل تاب وديد شوت وعامل اثنين ابجريد يخلوا اسلحتي اقوى، ومع هيك ومعي سنايبر وما يذبح بضربه، يذبح سبع طلقات على الزومبي الواحد كانه تو ماتش. ايوه تعال يا اخوي، افزعلي بالريغان، افزعلي الاندرميال، ما ادري ايش اسمك انت، بس افزعلي. ليش قاعد يعطيني نفس الاسلحه؟ طيب هات ابي ريغان وار بي دي. لا تنهي الراوند يا الادمر يا يال. بوكس الثاني بعيد والله. ريغان بوي اخيرا 10 ثواني على البوس. اظن راح يجي هون، راح نشوف البوس يتمشى ورانا ضخم وكذا. بوس ابروش، ايه البوس راح يجي عنا، ما راح يودونا مكان ثاني او شيء. اوكي تحريات حذاء. هلا والله نسافر بين الزمان والمكان. هولي جراكامولي، تاكيو مساكي بس عيوننا زرقاء جابك هنا، ولا حواليه اربع جباشب. اوكي لا شكله بس رهيب. هاي ليش علي في غيري. هي يا اخوي ايش جماجم. اظن جماجم هاي نفسها بدي رايس اندراخ، ما لازم تخليها تدمجنا. اوكي هاي هل في البوس فوق. اوه الامو عنا انفينيتي، طلعوا الامو نستعمل على راحتنا. والله يا ريت كل بوسات بالزومبي كذا يعطونا امو انفينيتي، بس لا يعني تاخذ شوي من التحدي. The muted land should be obliterated by the fire. لازم اقرب الشجرة على النار. انو نار؟ ما في نار. هذيك النار. اوكي لازم خليها تجي عن رايحة النار. اوكي هي لا تبكس. هي يلا بيموت. ابلع ربط يا واد، ابلع اخلط. اما هي كيف مت؟ يا والله بعيش نفسي الصراحة لأن أبي فركاتي. كيف مت؟
المفروض كنا ذبحناه. اوكي اوكي شكله يضرب الارض ولازم اضل اتحرك، لازم اضل اتحرك، ما لازم اني اوقف. اوه في وقت الحين تبعت، في وقت لازم نقتل فيه البوس. طلعوا تحت صورة شخصيتي فوق على اليسار، ما ادري مغطيها بالويب كام، لا مو مغطيها. في وقت لازم نذبح قبل هالوقت. طب اذا ما ذبحنا قبل هالوقت جيم اوفر يعني. شو رمى اشياء، رمى اشياء على الارض، رمى اشياء على الارض. شو هاي؟ ما ادري والله. هاي هو، تعال 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 يا الادمر يا ييل يا يا اخي. طب ليش تحرك على اخر ثانيه؟ كنت بعملها ريفايف والله يا الادمر يا ييل. بعيش حالي ما بيخسر اخر شيء، انا استعملت كل الريفايف اللي عندي. لا 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 انا اسف، تاكيو تاكيو مساكي، اسف اسف اسف. هذا مو تاكيو صح؟ تاكيو اللي ذبحناه بجد بونوشيما. هي 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 كان واقف، هذا يتحرك ما شاء الله. يلا روح، يلا 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 يلا. هي هي الارض قاعده تتفجر شوي شوي، ما ادري كيف. يا الادمر يا ييل اطلق اطلق معي اطلق. يلا 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 يلا. ايوه ايوه هيا القم. ايوه فاكتوري. ايوه جي جي. ما راح طلعوا لنا اكثر اكثر ناس طلعوا سكور، لاني اظن انا اكثر واحد. اما الادمر جايين اكثر مني، بس يعني انا الاخير ما شاء الله. اللي معي داعسين كانوا، بس حلو حلو كله الدم الشبانة عالي يعني. والله حلو صراحة، والله حلو استمتعت، والله جدا استمتعت فيها. ما توقعت ابدا، توقعت تكون مقلشة، توقعت تحكم ايد بلاي ستيشن يكون تعبان. قبل قم قبل قم. طب ليش ما عطوها باللعبة؟ اوكي لا هي رقصات ومدري ايش. اوكي ليفل اب 16. اوه يلفل لي بالمالتي بلاير كله ليفل واحد، شيء حلو. طبعا المشكله بالايد ما يمديني تحكم بالقائمه، ما في، لازم بالتاتش. ففي الهارد كور هاي اللغز، لو ما سويت اللغز راح نواجه وحش عقرب، راح احط لكم صوره له تشوفوا العقرب الاساسي. بس اللغز خلينا نقاتل وحش تبع زيتسو بونوشيما. في سرفايفل اللي هي نفس الزومبي العادي، راوندات فقط. لعبتها قبل، هي لعبت شوي وصلت راوند 2 3 وطلعت. وفي النورمال ريد ما ادري شو هي الصراحه. باي شباب نهاية الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات عجبتكم او لا. وبس كان معكم شركي. ولا في شغله بيقولها، شفت فيديوهات من قبل انه في الماب ات اول محطه بماب ات ترانزيت، فممكن نشوف ترانزيت بالمستقبل، لانه حاليا ما في الا شينونوما، فممكن نشوف ترانزيت. لو في ترانزيت راح يكون شيء جدا رهيب. وبس يلا حاليا كان معكم شركيال وشركه كيش، تكون فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.